أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعلاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد ألفريد سيمز بروتس سفير ألمانيا لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أعرب سموه عن شكره للجهود التي قام بها السفير خلال فترة عمله في المملكة نحو دعم وتعزيز العلاقات، متمنيا سموه له التوفيق في مهامه الجديدة. وخلال اللقاء تم استعراض القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها. من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه في مملكة البحرين من دعم خلال فترة عمله والذي أسهم في تسهيل مهامه الدبلوماسية، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والازدهار.